السلام عليكم خاوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو خاوتي جبت لكم فيديوهات واخبار ما كنتش راح تصدقوها. بالفيديو عصابة مقنعة تقتحم مركز بريدي بالبويرة وتسرق زوج ملاير، عرفتين السلاح وقاع. دوك نوريكم فيديو. ايضا في الاخبار طعن امام مسجد قسنطينة اثناء تأديته صلاة التراويح بالمصلين، يعني على الطريقة اللي صارت في امريكا مؤخرا. وفي الأخير في الأخبار على الجزائر تغيير عطلة عيد الفطر وجعلها أسبوع كامل مثل باقي الدول العربية. كما شفتوا خاوتي هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم، ما أبقوا معنا حتى الأخر باش تشوفوا كاع تفاصيل هذه الأخبار. قبل ما نبدأ الفيديو أيضا أرجوكم دعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، هذا راح يدعمنا نصدي الحملة السينيال. شكرا جزيلا لكم خاوتي، والآن إلى الأخبار. الخبر الاول راح نهضروا لكم على الامام اللي ضربوه بموس في قسنطينة، ثم راح نهضروا لكم على فيديو السطو على البريد المركزي اللي سرقوا فيه زوج ملاير. في الاول انتشر خبر يعني مفاده طعن امام بقسنطينة اثناء امامته للناس في صلاة التراويح، والكثير كان يتساءل حول الموضوع، من الذي طعن الامام، كيف حدث هذا؟ ولكن الآن خوتي جبنا لكم التفاصيل، تفاصيل كل الأمور اللي صارت، من الذي ضرب الإمام وإلى آخره. حيث كان هنالك اعتداء على إمام التراويح بمسجد الاعتصام بالمدينة الجديدة علي منجل، والإمام اللي ضربوه واسمه الشيخ مروان، والذي يحمل أيضا رخصة لصلاة التراويح. كان يصلي التراويح هكذا ويأم بالناس كما العادة، وفي الركعة الثالثة وصل صورة عبسة، جاء شخص من لورس تماما كما صرى في الفيديو الذي تم تداوله لشخص في أمريكا يطعن إمامه. هذا المصلي اخترق كل صفوف المصلين وقام بطعن الإمام، والإمام مسكين طاح على الأرض. مباشرة المصلين حبسوا الصلاة وقاموا بتوقيف المعتدي، دخلوا قاع عليه وحبسوه، وأيضا حجزوا الإمام باش يحموه، دخلوه إلى المقصورة، وأيضا اتصلوا بالشرطة، والشرطة جات بالخف. الشرطة كي جات رفدت هذا الإنسان اللي أطعن الإمام، من بعد بدأت التحقيقات معاه. فالأول قاموا بالإسعافات الأولية للإمام باش يتأكدوا بلي راه مليح، والحمد لله الإمام يعني ماهوش في خطر صحي كبير. ثم بدأوا تحقيقاتهم مع المعتدي، وعلى حسب وش جاء من تصريحات الشرطة فإن المعتدي مريض عقليا، وهذا على حسب تصريح جيرانه، حيث هذا المعتدي زار العديد من الأطباء والرقاة، ما أكدوا الخبرة الطبية أنه صحيح مريض عقليا. أنا تبين أنه يملك ملفا طبيا للأمراض العقلية، وحسب كلامه الجن هو الذي أمروا بالإقدام على هذا الفعل، أي طعن الإمام. وأيضا سبق للمعني أن دخل منذ أسبوع إلى مسجد آخر وتلفظ بكلام قبيح، أيضا قام المصلين بإخراجه من المسجد، ولم يرى في المسجد الاعتصام من قبل، يعني هذا المسجد جاء له أول مرة، والإمام هذا حتى ما يعرفه، جاء أول مرة وطعنه، يعني شوف سبحان الله البلاك فيهبط. وأيضا حضر والي ولاية قسنطينة رفقة رئيس الأمن الولائي وسيد مدير شؤون الدينية والأوقاف للوقوف والإطمئنان على حالة الإمام. أيضا كان ملاحظة مهمة جدا خاوتي، المريض العقلي ما اعتداش على الإمام بالسيف، وعفوا هذه غلطة مني، قالك الاعتداء كان فقط قام يعني طبعوا، وكي طبعوا يعني الاخر قاس راسه في الارض، وقامت الشرطة واعوان الطبيين بمعالجته وهو بخير الان. ملاحظة فقط كما قلنا لكم ما قامش بالاعتداء عليه بالسلاح الابيض. هذا الحادثة خاوتي صارت في الميريكان، مش عارف ليش شفتوا هذا الفيديو، ولكن هذا اليوم راني راها للدويرة، جاء للامام وضربوا بموس، يعني ضربوا قريب مات الامام مسكين، من بعد هرب، جو المصلين يجروا وراه وحكموه. هذا هو الشخص اللي اعتاد على الامام تاع ميريكان ماشي تاع الجزائر. الان خاوتي خلينا نروحوا للخبر الاخر اللي راه مدير ضجة كبيرة في الجزائر. عصابة سطو على طريقة مسلسل لا كازا دي بابيل يصدموا المركز بريد بالبويرة، وايضا يسرقوا زوج ملاير ويديروا الرعب مساكن في الخدامين وفي الناس اللي كتجبد في الدراهم. شوفوا معايا هذا الفيديو خاوتي، روح خطرة خطرة نقطعوا يعني نحبسوا باش نعطيكم رأيي في شي مواضيع. هذه المجموعة مباشرة التحقيق بالتنسيق مع السلطات القضائية بعد تنشيط عنصر الاستعلامات واستغلال الخبرة الليبية والاستعانة بخريطة الكشوفات. هنا راه زادم يعني بالسلاح تاعو، راهم جايبين وراهم هما جايبين
رابعه نتاع العصابه. دوك تشوفوا يعني يديروا الرعب في مساكن الناس اللي راهم يخدموا، والناس اللي راهم جايين يجيبوا الدراهم. هاتفيه تم حصر الارقام الهاتفيه المشتبه بها بالاستعانه بافراد المفرزه الخاصه للتدخل للدرك الوطني بمعلمه، تم توقيف. شوف اخوتي ما خلوش حتى الناس تهرب، هذاك السيد كان حاب يهرب عاود رجع وجابوا هذا مسكين. شوف بالاستعانه بافراد المفرزه الخاصه للتدخل للدرك الوطني بمعلمه، تم توقيف المطورة الاول الذي افادنا بعد مواجهته بالادله العلميه باسماء بعض الشركائين. وين خاوتي مشي غير هذه اللي راه لابد الشات كان هذيك السلاح، راهم كاع لابدين السلاح، كان اللي راه لابد موس وكان اللي راه لابد بيستول يعني كابوس. بعد التتبع التقني وجمع المعلومات تم التنقل الى مدينه وهران. هذه الان الفيديو راه قطعونا يعني منا دقيقه. شوف هذو كاميرات تاع المراقبه اللي كانت داخل البوسطه، وشوفوا يعني حاجه اللي خلعتني حاجه واحده اخرى هي رده فعل الجزائريين، شغل موالفين بهذه الامور. مالغري هذا الامر شفتونا اول مره يسرى هذو المدينين تقشيرات في راسهم جاوا يصدموا يسرقوا الدراهم. الان في هذا الفيديو يعني شغل قطعوها منا مواجهتي بالادله العلميه باسماء بعض الشركائين، يعني من عصابه راهي تسرق في الدراهم. حتى شوفوا هنا راهم بداو يصدموا عليهم بالواحد، يعني راحوا ليهم للوهران وبداو يصدموا عليهم يردوا فيهم بالواحد. قال لك قاو باللي هذا العصابه كانوا معاولين يهربوا دراهم للخارج. هذا العصابه ايضا شريت بها يعني دوك الدراهم بالخاص صرفوهم باش ما يديتكتيوهمش، شراو بها طوموبيلات ويعني الهواتف والى اخره. نخليكم تشوفوا مركز الشرطه كيفاش قبضت عليه. والمعدة سلفا لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر، بالإضافة إلى استرجاع سلاح صيد مسروق. بعد استغلال الموقوفين تم توقيف الشريك الآخر العصابة من مدينة وهران، وقام بإخفاء المبالغ المالية بظهور أدلة علمية جديدة ومقارنتها بتصريحات الموقوفين. تم الوصول إلى توقيف شخصين آخرين قام باستلام مبلغ مالي مسروق وشراء سيارة فاخرة نوع باصات وحجز سلاح حربي. العملية أسفرت عن توقيف 8 أشخاص، حجز سيارة فاخرة من عائدات المسروقات بقيمة 700 8 خاوتي. احنا كي شفنا الفيديو شفنا 4 بصح العصابة هذه راهي وراها 8، يعني عصابة منظمة منسقة. 20 مليون سنتيم استرجاع واش من المنظمة فوضى. المهم خلينا نكمل. 184 مليون سنتيم عملة وطنية وأجنبية، بالإضافة إلى هواتف نقالة وأسلحة بيضاء. استرجاع سلاح سيد مسروق منذ 6 أشهر، حل قضايا عالقة كسرقة مركز بريد منذ 5 أشهر، سرقة منزل، اعتداء مسلح وسرقة محل تجاري، تفكيك شبكة وطنية لتنظيم الهجرة غير الشرعية. يعني هي العصابة تدير كلش. الحمد لله ما تأذى حتى واحد داخل هذيك البوسطة، ولكن ربما صرا لهم اذى نفسي كبير للخدامين ثمك. نتمنى يكون عليهم وقوف. الان خاوتي خلينا نروحوا للخبر الاخر والاخير حقا. اذا عجبكم هذا الفيديو ارجوكم خاوتي دعمونا بالضغط على زر الاعجاب كما على بالكم، كما قلنا لكم هذا راح يدعمنا نصدوا الحملات الصينيه. شكرا لكم. في الاخير في الاخبار، الكثير من الجزائريين غاضبين بعد رؤيه البلدان الاخرى كيفاش تحتفل بعيد الفطر، وراهم حابين يخلوا عيد الفطر في الجزائر فيه عطلة تاع 4 الى اسبوع وليس عطلة يومين فقط، خصوصا اذا يعني جاء عيد الفطر بالجمعة، سما الجمعة السبت والناس تكمل تخدم عادي كلي ما صرا والو. والجزائر فقط من بين كل الدول العربية هي اللي عندها العيد فيه يومين فقط. يعني شوفوا معي هذا الصورة دقيقة. مثلا عندك تونس 3 ايام، المغرب 4 ايام، مصر عندهم العيد فيه 6 ايام خاوتي، يعني قريب زمانه. وكاع شوفوا الجزائر فقط اللي عندها يومين. تخيلوا معي قطر شحال خاوتي، 8 ايام تاع عيد. شوفوا نديكم الزوم هنا، 8 ايام عيد خاوتي. تخيل زعما العيد جا فيه 8 ايام، بصح نفرحوا به شغل الجزائريين كومبلي يفرحوا به. وشوفوا فلسطين 4 ايام، الاردن 3 ايام، العراق 4 ايام، الكويت 4 ايام، الامارات 5 ايام، عمان 4 ايام، الجزائر فقط يومين. الان الجزائريين كلهم راهم يطالبوا باش السلطات تدير عيد الفطر عطله على الاقل 4 ايام مثل باقي الدول العربيه. انتم ايش رايكم خاوتي في هذا الموضوع؟ راكم حابين عيد الفطر يكون في ايام اكثر؟ خبرونا رايكم في التعليقات. خاوتي اخواتي كما شفتوا هذه كانت ابرز عناوين اخبار اليوم. اذا عجبكم الفيديو ارجوكم دعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتركوا في قناتنا وفعلوا الجرس، وانتظرونا في الفيديو القادم على الساعة 10 مساء. شكرا على المشاهدة والى اللقاء.